مرة أخرى للحديث عن التحذيرات من موجات لجوء إيرانية إلى أوروبا وتظاهرات أكبر ضد النظام الإيراني، معنا من صيدا المتخصص بالشأن الإيراني حسان القطب. أهلا بك سيد حسان معنا. أهلا بك. في البداية، وسائل إعلام غربية تتوقع سيد حسان أن تشهد إيران في المرحلة المقبلة احتجاجات واضطرابات داخلية. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أن الوضع في إيران أصبح مهيئا لهذا السيناريو الذي يرى الغربيون أنه سيكون الأسوأ والأعنف منذ سنوات؟ الصراع على الإمساك بمفاصل النظام في إيران ليس حديثا، بل انطلق مع بداية الثورة الإيرانية عام 1979. الخميني عندما أمسك بزمام السلطة عمل على القضاء على كافة حلفائه، من مهدي بازركان إلى صادق قطبزادة إلى أبو الحسن بني صدر، تخلص منهم جميعا حتى يكون قائدا وحيدا على السلطة في إيران. كذلك تم تفجير مجموعة من القيادات الإيرانية حينها، من محمد علي رجائي إلى منتظري إلى مجموعة أخرى إلى بهشتي، كلها تم التخلص منها لتركيز سلطة القيادة بيد شخص واحد هو الخميني بنفسه. وهذا الإمساك أنزل في الدستور أيضا، لأن الولي الفقيه هو قائد مطلق الصلاحية، ولا يمكن أن يتخذ قرار إلا بإرادته وبقراره وموافقته. فلذلك من يمسك بالسلطة يمسك بكل شيء. من هنا يأتي الصراع على السلطة، والخميني الآن هو الممسك الوحيد بالسلطة في إيران. وبالتالي ابنه مجتبى يحاول أن يكون خليفته. من هنا نرى أن أي عملية تهيئة لخليفة محتمل للخامنئي سوف تواجه بمشاكل كبيرة داخل إيران، خاصة أن العقوبات الأمريكية والدولية على إيران ساهمت في تعزيز قدرة الحرس الثوري داخل إيران على الإمساك بمفاصل السلطة وخاصة المفاصل المالية. وبالتالي أي عملية خلافة أو انتقال سلطة سوف تكون هناك صراع، لأن من يمسك بولاية الفقيه أمسك بالسلطة في إيران وأمسك بالعصب المالي أيضا في إيران. هنا نرى أن الصراع سيكون دمويا بالفعل، لأن الثروات هي موضع صراع، موضع تجاذب بين مراكز القوى داخل إيران. تركيبة النظام الإيراني اليوم إلى أي مدى تهيئ أكثر إلى هذه الاضطرابات، لا سيما مع طرح احتمالات موت خامنئي والصراع بين أقطاب هذا النظام، خصوصا قادة الحرس الثوري الذين يهيمنون على الدولة كما تعلم؟ من الطبيعي أن يكون هناك صراع، كما ذكرنا من يمسك بولاية الفقيه أمسك بالسلطة بكامل تفاصيلها ومفاصلها، وليس هو سلطة فقط في إيران، بل أصبحت هذه الولاية سلطة ممتدة ومنتشرة خارج إيران. في لبنان هناك من يتبع ولاية الفقيه، في العراق، في اليمن، وفي معظم الدول التي يوجد فيها شيعة يؤمنون بولاية الفقيه. لذلك الصراع ستكون دمويا بالفعل، لأن المكاسب ستكون كبيرة. ولاحظنا في المرحلة الأخيرة أن مراكز القوى داخل الحرس الثوري تسعى لترسيخ حضورها، خاصة أن التجارة والمقاولات وعمليات البناء وإعادة البناء والأسلحة وتطوير الأسلحة كلها ضمن سلطة الحرس الثوري، وبالتالي لا يمكن أن يتخلى الحرس الثوري عن هذه المقدرات بسهولة. فمن يمسك بالولاية الفقيه أمسك بالحرس الثوري وأمسك بكافة المقدرات. طيب سيد حسان، الصراع بين سيد حسان، يعني وجود شخصية كإبراهيم رئيسي هل سيسمح بانتقال سلمي للسلطات في البلاد؟ لماذا إيران مهددة أكثر من غيرها بحرب أهلية؟ إبراهيم رئيسي هو يطمح إلى أن يكون خليفة الخامنئي، ولكن فرصه قليلة جدا. مقتل قاسم سليماني عندما اغتاله الأمريكيون كان يهيئ نفسه لأن يكون هو اللاعب الأساسي في تحديد من يكون الولي الفقيه بعد الخامنئي. الآن مراكز القوى متعددة، وبالتالي الصراع بينها سوف يكون دمويا. كذلك يجب أن ننتبه أيضا إلى أن هناك التعددية في إيران، تعدد القوميات وتعدد الأعراق الدينية، ولذلك سوف يكون هناك صراع بالفعل بين هذه المجموعات وهذه القوى التي بعضها يرفض ولاية الفقيه ولا يريد أن يبقي عليها، والبعض يريد الالتزام بها. لأن الصراع داخل إيران عندما يتم الحديث عن إصلاحيين ومتشددين هو صراع على ولاية الفقيه وعلى حجم دورها وسلطتها، وليس صراعا على طبيعة النظام. النظام الشيعي الجعفري يلتزم به جميع القوى السياسية في إيران،
ولكن الصراع بين الاصلاحيين والمتشددين هو على مدى صلاحيه الولي الفقيه في اتخاذ القرارات وفي هيمنته على قرارات جديد السلطه الايرانيه. سيد حسان، لكسب الوقت، يعني الى ماذا تؤشر حركات الاحتجاج المتناميه في العديد من محافظات ايران؟ الى اي مدى ترى انها اصبحت قادره على التاثير ضمن الظروف الحاليه؟ ضعف الاقتصاد الايراني والحصار ترك اثارا سلبيه كثيره في الداخل الايراني، وبالتالي هناك مطالب كثيره للشعب الايراني من خدمات ومن حاجات اساسيه مفقوده او يتم الحصول عليها بصعوبه، السكر والارز والوقود والى ما هنالك. وفي نفس الوقت يرى المواطن الايراني ان دولته تقوم بمساعده قوى سياسيه او ميليشيات مسلحه خارج ايران، مما يعني ان هناك مواجهه فعليه بين الداخل الذي يعاني من عجز وبين النظام يسعى لتوسيع سلطته ومد هيمنته خارج ايران على حساب مصالح الداخل والخدمات ضمن داخل ايران على حساب الشعب الايراني، وهذا ما يهيئ للمواجهه بين الشعب وما بين النظام. في هذا الاطار، الى اي مدى باتت الدول الغربيه لا سيما امريكا مطالبه بعدم اعاده الروح للنظام الايراني مع الاتفاق النووي الجديد؟ أليست هذه فرصة مواتية لا سيما مع التحذيرات بموجات نزوح أكبر من تلك الجارية الآن في أوكرانيا؟ بالفعل في حال نشوب صراع دموي داخل إيران فإن النزوح سيكون كبيرا وواسعا، خاصة من القوى التي لا تؤمن بطبيعة النظام أساسا، ليس سواء كان بولاية الفقيه أو بدونها، لأن البعض يريد أن يخرج من هذه السلطة القاسية والظالمة، وبالتالي سوف يخرجون نحو أوروبا لأن إيران أسست لعداء مع العالم العربي والدول المحيطة بها، فلا يوجد أي مسار بالنسبة للمواطن الإيراني الذي يريد أن يغادر إيران إلا باتجاه أوروبا عبر تركيا أو عبر البحر أو أي وسيلة أخرى، لأن المحيط أصبح معاديا لإيران وأصبح يشعر بالعداء. فضعف النظام الإيراني وعدم اهتمامه بمعالجة أزمات الداخل سوف يؤسس لصراع دموي وبالتالي إلى هجرة تقوم بالفعل ضخمة نحو دول أخرى وخاصة الدول الأوروبية. المتخصص بالشأن الإيراني حسان القطب، كنت معنا عبر الهاتف من لبنان، شكرا جزيلا لك.